ايه ده؟ انت جيت يا كبير؟ تاكل. ليك نفس تاكل يا بارد بعد كل اللي عملته مع حضرة الظابط؟ انا كنت اعرف مين يا عم الظابط؟ وعلى فكره هو اللي غلطان مش انا، هو اللي راكب العربيه مبوظه، فالتقيت نفسي راكب عليه بالجراد، بعدين هو ايه اللي جابه هنا اصلا؟ ما عشان الصوره اتسرقت. لا اله الا الله، الا البقاء لله يا كبير، وهي الشومه دي اتسرقت كيف؟ هو من اعمالك المهببه، مش انت روحت الغفر امبارح؟ يعني انا الحق عليا يا كبير، قلت اعمل خير، والله كان شكله امه جد وتعبان، قلت اريحهم، الوقت كان متاخر، وبعدين مين يعني اللي هيسرق في ساعه زي دي؟ معلش، الحراميه جلالات الزوج. يا كبير. العيال نامت. ماشي. يا كبير بقول لك العيال نامت. بقول لي ماشي عاد. يا كبير. بتقول لك العيال نامت يا كبير، إذا كنت أنا فهمت. شفنا الإبداع والجمال لنانسي زيدان. زي ما كنا بنتكلم يا جماعة قبل الفاصل، فكرة أو كنا بنتكلم كمان في الحلقات السابقة، فكرة الموهبة وحدها لا تكفي، لازم كده بيبقوا فيه شوية تفاصيل حوالين الموهبة. يعني شفنا هنا ميك اب، شفنا موهبة رسم، شفنا موهبة تقليد مع الفيديوهات التيك توك ووقت الفراغ. كل ده بيتم استثماره بشكل ما علشان تخرج لنا في الأخير موهبة مختلفة عن كل المواهب اللي بنشوفها قدامنا. علشان كده أنت لما يكون عندك موهبة لازم تسعى أنك تاخد نفس الطريق أو نفس السكة، فكرة أنك تحاول تعضد أو تسند موهبتك بمجموعة من المواهب الأخرى أو حسن تفكير علشان تعرف تصرف موهبتك في الاتجاه الصحيح وتاخد أكبر إثمار ممكن. بالظبط كده يا عمرو. هو اللي عجبني في نانسي انه هي يمكن تطبيق التيك توك كل الناس او معظم الناس بتستخدمه للضحك والفكاهة والتريقة بس مش اكتر، لكن نانسي استخدمت التطبيق ده من خلال او عشان تنمي موهبة عندها. اولا هي مبدعة جدا في تقليد الشخصيات بالميك اب والممثلين، احنا شايفين على الشاشة معانا بتقرب للشخصيات الفنية بشكل كبير جدا. هي مش بس كمان بتسخر الميك اب لان هي تقلد الشخصيات، لكن كمان ادائهم بتحاول تقرب له جدا من خلال تطبيق التيك توك، واحنا عارفين ان هو ليب سينك، يعني بتحريك الشفايف على المشهد اللي موجود طبعا بصوت او بكلام الفنان الاصلي. عشان كده نانسي يمكن الفتره دي هو هي حديث السوشيال ميديا، ناس كلها لفتت نظرها جدا نانسي وادائها والميك اب وتقمص للشخصية، وفترة العزل الصحي الناس كلها عملت داونلود للتيك توك وقعدت للي عمل مشاهد أو اللي بيتفرج بس متابع فقط مش مشارك في التطبيق ده. نانسي بقى ليها وجود كمان على مستوى البرامج، يعني الفترة اللي فاتت دي استضافت من كذا برنامج، واحنا كمان لينا الشرف ان احنا نستضيفها لان هي فعلا فنانة بجد. بس يمكن علشان نانسي بره مصر فهنستضيفها بطريقة مختلفة. بلاش نتكلم، يعني اذا المثل بيقول يعني اذا حضر الماء بطل التيمم. نانسي مساء الخير. مساء. ما ينفعش نتكلم عنك وانت موجودة معانا. ازيك يا نانسي؟ اهلا بيكم، وانا مبسوطه جدا ان انا موجوده معاكم، دي اول حاجه، وشكرا جدا ليكم بجد ان انتوا استضفتوني في البرنامج الحلو ده. بس انا كنت مستني جملتين تانية يا نانسي. نانسي احنا حابين نعبر يعني عن اعجابنا ليكي من خلال الفيديوهات اللي بتعمليها، سواء تقليدك للميك اب او للاداء نفسه. انا انبهرت بسهير البابلي طبعا في مسرحيه رايا وسكينه، انت عامله الميك اب بالظبط وعامله الاداء كمان، احكي لنا اكتر بقى. ربنا يخليكي يا نوران. هو شخصيه سكينة هي انا اساسا كنت بحبها من زمان يعني، والمسرحيه دي تقريبا انا كنت حافظاها كده صم يعني من كتر ما بشوفها. فبس يوم ما قررت ان انا اعملها عملتها عادي زي ما بعمل اي شخصيه تانية، وخلصتها ونزلتها ونمت عادي، ما فيش اي حاجة. قمت تاني يوم لقيت في كده قلبان حاصل، فاتخضيت يعني. عارفين الاحساس ده؟ الخضة دي. بس خضة حلوة. لا حلو طبعا. طب نانسي كده عايزين للسادة المشاهدين، عشان احنا برنامج شبابي وشباب كتير بتتفرج علينا وبنركز على حتة الموهبة، هنكمل معاكي تفاصيل موضوعك تحديدا، ويمكن القنوات كتير اتكلمت عنه بالتفصيل، لكن عايز اعرف تقسيمة موهبتك، كم موهبة في الفيديوهات اللي احنا بنشوفها عند نانسي على التيك توك وعلى السوشيال ميديا، كم موهبة؟ هو انا الموهبة الاساسية اللي هي كانت من زمان بقى قوي اللي هي الرسم،
كان حلمي بقى ان انا اطلع رسامه وكده، بس مع الوقت لا، لقيت في حاجه تانية انا حباها برضو اكتر شويه اللي هي الميك اب، وفيها نفس الكلام الالوان والرسم وكده، فاتجهت ليها شويه مع الوقت. وبعدين في برضو التقليد، انا كنت ما اشوف اي حد حتى من صغري كده، جيراننا بقى اصحابنا اي حد اروح البيت اقلده عادي جدا. فبس جت فتره كده كنت انا عايزه، نفسي بقى الناس تشوف يعني اللي انا بعمله وكده، بس مش عارفه ازاي. فجت فتره انا كنت قاعده فيها في البيت، اكتشفت بقى اللي هو الابلكيشن بتاع تيك توك. نانسي معلش ان انا بقطعك، بس هي الفتره دي فتره الحجر الصحي؟ لا لا، دي من فتره طويله يعني تقريبا من سنتين كده او حاجه. فبدات في الاول عادي ان انا بستخدمه زي اي حد كده ان انا بتسلى، فما لقيت بقى الناس بدات تشد شويه للفيديوهات اللي بعملها، فقلت طب ليه لا ان انا ما بداش مثلا اعمل حتى فيديوز كده فيها توتوريال او حاجات للميك اب البنات يتعلموها وكده. واحده واحده بقى فجت لي فكره اللي هي الشخصيات دي، من ان انا كنت على طول بتفرج بقى على افلام ديزني وكده، فقلت طب ليه ما احاولش مثلا اعمل حاجه من اللي انا بحبها، الشخصيه اللي انا بحبها دي، واشوف ايه رده فعله. بس فمن هنا بقى ابتدى الموضوع. بصي، هو يا نانسي انا اول ما سمعت صوتك حسيت ان انا رجعت 20 سنه لورا وقاعد قدام الراديو بسمع ابله فضيله. نفس طبقه، حد قال لك كده قبل كده يا نانسي؟ ده شرف. لا والله، بس ده شرف كبير يعني. لا بجد. يمكن كمان هي دي قصه الدوبلاج معاكي، هو ده اللي شجعك كمان على الدوبلاج، لان خامه صوتك فعلا تقول كده. لا والله اول مره بجد حد يقول لي كده، بس حاجه حلوه جدا يعني. ما عشان احنا ان بوكس يعني، فمنطقي يعني ان يعني احنا عايزين نقول لك يا نانسي ان انت عندك مواهب، موهبه زياده كمان يعني، ومواهب متعدده، وتقدري كمان تعملي حاجه بصوتك في الدوبلاج او حتى تبقي مذيعه راديو، لان صوتك مميز. خلاص ده انا اتجه بقى بعد خلاص. طيب نانسي، حابه اتكلم معاكي بقى في الميك اب نفسه. يعني انت بتقلدي جدا الشخصيات وتقربي لشكلهم، الميك اب بياخد منك وقت قد ايه عشان تطلعي مثلا شخصيه زي سكينه او زي حزلقوم او كبير؟ الميك اب وانا بصوره بياخد مني مثلا، عشان مثلا حزلقوم يعني ده خد مني مثلا بتاع 6 او 7 ساعات تقريبا عشان اقدر اعمل التفاصيل اللي فيه دي. وفي شخصيات تانية بتاخد ساعات اقل، بس لما بيكون في شخصيه في وشها مثلا التفاصيل كتير كده، ومثلا زي حزلقوم دي بتاخد مني وقت اكتر يعني، وكمان عشان بصورها وكده فبتاخد مني وقت طويل. طب انت طلب منك شخصيات معينه؟ هو في طلب مني كتير، بس اكتر حاجه فاكراها يعني اللي هي شخصيه الفنانه ناديه الجندي ودنيا سمير غانم، كتير بيطلبوا مني قوي. ولسه حاليا بقى يعني لسه حد كان طالب مني ام كلثوم، يعني انا بقى مش عارفه بصراحه يعني دي هتبقى حاجه كبيره قوي. لا بس انا حاسه ان انت يعني هتطلعي حاجه حلوه قوي. ربنا يخليك يا رب يا رب. بس انا برجو ان انا ونوران ما نجيش في ذهني خالص، اوعي تعملي شخصياتنا. انا بحذرك. ايه رايك بقى اول الشخصيات اللي هتيجي؟ اللي جبته لنفسك هتبقى مشكله. انا عامه طيب نانسي، ايه رايك في فكره المواهب اللي طلعت على تيك توك تحديدا؟ يعني في ناس اكتشفت نفسها في التمثيل، في تقليد الفنانين، في ناس رجعت للمواهب بتاعتها بقى اللي هو الرسم او الخياطه، تريكو، الرياضه، حاجات كتيره قوي ناس بدات تعملها فتره الحجر الصحي، احنا قاعدين في البيت ما بنعملش حاجه، فالناس طلعت مواهبها. انت شايفه انه الموضوع فعلا عايد علينا بالايجاب او بفايده اكتر من السلب؟ هو انا شايفه بصراحه يعني اللي ما يستغلش الفتره دي او فتره اي فتره بيبقى فيها الواحد قاعد فاضي يبقى بصراحه خسران يعني. سواء خصوصا الناس اللي بتبقى عندها موهبه او عندها حاجه بتحب تعملها. يعني اصل دلوقتي في وقت، ودايما احنا بنتحجج مثلا لا ده انا ما عنديش وقت، لا ده انا مش فاضيه، ده انا كذا، فهو ده احسن وقت بقى سواء بقى اي موهبه اي حاجه بيحب يعملوها. بالنسبه للابلكيشن فهو من الاول يعني هو الواحد كده كده هو اللي بيحدد اذا كان هيستخدم الابلكيشن ده كويس او وحش. فهو انا شايفاه ان هو ابلكيشن كويس جدا لو حد حب يستغل موهبته فيه الصراحه، وخصوصا ان هو مدته كمان قصيره يعني مش وقت طويل، فما تخليش حد يزهق.
طب انت شايفه ايه نوعيه المواهب اللي نقدر او تفتكري ممكن تخرج لنا من على التيك توك غير الحاجات اللي احنا اللي بيشوفها ناس كتير جدا، انه 99.9% من الحاجات اللي بتنزل ولا حاجه. يعني شايفه انه يبقى مساحه مثلا زي مواقع تواصل تانية نقدر ناخد منه حاجه فعلا، ولا هيبقى زي ما هو؟ يعني انت غيرتي وجهه نظر ناس كتير فيه، يعني من خلال اللي انت عملتيه، من خلال نوع الفن اللي انت قدمتيه. فهل هنلاقي مواهب تانية في فترة جاية، خصوصا انه في دول كتير فيها حظر وناس كتير قاعدة في البيت، فمحدش فكر انه يستخدمه استخدام بناء؟ لا، هو في كتير، خصوصا في ناحية التمثيل، في ناس كتير قوي من زمان كمان تقريبا بتحاول تعمل حتى زي سكتشات كده او مواقف تمثيلية يعني بيمثلوا فيها. بس انت عملت حاجة جديدة، انت عملت حاجة جديدة، عملت حاجة مختلفة، ما احنا بنبص للمختلفين. انا عملت الحاجة الحاجة اللي انا بحبها، يعني انا عملت الحاجة اللي انا بحبها وحاسة ان انا ايه هبقى كويسة فيها. بالظبط، يبقى هو ده المفتاح، كل واحد لو فكر في الحاجة اللي هو بيحبها هيقدر. بالظبط. طيب نانسي، كلمينا بقى، نرجع تاني لتقليد الشخصيات بالميك اب والتمثيل، ايه اكتر شخصيه عملتيها وتعبتك جدا، وايه اكتر شخصيه عملتيها وحبيتي الميك اب بتاعها وادائها؟ اكتر شخصيه تعبتني هو الاستاذ حزلقوم طبعا. كان بالنسبه لي يعني معاناه، قعدت اتفرج عليه فتره طويله كده، لان هو شخصيته، وهو شخصيته حلوه قوي، فلو انا عملته مش كويس فهيقع مني، هيبقى الناس مش هتحبه. فقعدت فترة كده يعني تقريبا اسبوع اسبوعين مش فاكرة والله، كنت بتفرج على مسلسل كتير قوي يعني، لدرجة ان انا كنت بنام بحلم بيه حلمي يعني. بس والله اكيد حلم لذيذ، لان هو شخصية لذيذة. فبس فخدت، هو ده كان اكتر شخصية خدت مني وقت. كانت برضو شخصية محمد رمضان، لانها كانت اول شخصية حقيقية اعملها، يعني كان دولت اكتر حاجه. واكتر شخصيه عملتها وحبيتها قوي، ما كنتش برضو متوقعه ان هي تطلع حلوه قوي كده، بتاعه سكار اللي هو بتاع لاين كينج. لا اللي هو الاسد ده. كانت اكتر حاجه حبيتها. نانسي، يعني اسعدتينا وامتعتينا، مستنيين ام كلثوم. ومستنيين تيجي اصلا من السفر عشان نستضيفك هنا، ومستنيين ما تقلديناش انا ونوران كمان. لا استنوني اول اثنين. لا يعني انا مش عايز اقول لك انه صعب عليك، لانه انا للاسف 51 52 كيلو، فالموضوع شبه مستحيل يعني، بس هو تحدي. بس طبعا هتلاقي ماتيريال كتير قوي يا نانسي، تقدري تستغليه طبعا في تفاصيل في الشخصيه يعني. والله انا بشكركم جدا، وبجد اتبسطت جدا 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 ان انا كلمتكم، وشرف ليا بجد. احنا سعداء بيكي، وجمهورنا كمان سعيد بيكي. نشكرك شكرا جزيلا نانسي زيدان المبدعه على مواقع التواصل الاجتماعي، مش هنقول تيك توك بقى لان هي بقت مشهوره في كل مكان. المواهب الحقيقيه بتفرض نفسها على الساحه، على اي ابلكيشن، على اي ويب سايت، على اي مكان في موقع التواصل الاجتماعي. الموهبه الحقيقيه بتفضل وتكمل مع الإصرار، مع المجهود، مع التعب. دي حاجة أساسية، ده قانون من قوانين الدنيا. واللي بيطلع كده بيتشهر وخلاص، عشان فيه برضو أكتر من كاركتر، مشهور وخلاص، شوية شوية والأيام هتمشي يعني، مش هيقعد، مش هيكمل. بص، هو يمكن التطبيقات دي أو عامة وقت الفراغ، الناس ممكن تستغل وقتها في حاجة مفيدة، زي ما احنا كل حلقة بنتكلم انه الناس ممكن تلعب رياضة، ممكن تقرأ، ممكن تستثمر الوقت ده اللي هو مش هيتعوض تاني في حاجة مفيدة فعلا، يتعلموا لغة جديدة، ياخدوا كورسات اونلاين، خصوصا انه دلوقتي كل حاجة بقت اونلاين. تطبيق تيك توك نانسي استخدمته في ان هي اظهرت موهبتها، اظهرت فنها، قدرت ان هي يبقى ليها مجال اوسع في الشغل، سواء بقى تبقى ميك اب ارتست او تبقى فنانه بتقلد او تبقى كوميديانه، حاجات كتيره قوي تقدر تستغلها بعد فتره الحظر ما تنتهي ان شاء الله. ناس كتيره قوي بدات تتابعها، بقت تحب جدا ان هي تشوف هي بتعمل ايه، تفاصيل معينه، فهي استغلت التطبيق ده بشكل ايجابي جدا، بشكل بناء، بشكل حلو. في ناس تانيه ممكن تستغل الموضوع ده بشكل عادي، اللي هو يعني انا بقضي وقت وخلاص. في الحالتين هو الناس محتاجه تقضي وقت في الفترة دي ان هم يتبسطوا ويرفعوا من روحهم المعنوية بشكل ايجابي. نحاول على قد ما نقدر نستغل الحاجات دي لشيء مفيد يضيف لينا ولأولادنا والقرايبنا ولصحابنا ولكل حاجة في حياتنا يعني، صح ولا ايه؟ كمان الفترة اللي البني آدم بيقعد فيها مع نفسه في البيت
دي بتبقى فترة ان انت تعيد حساباتك وترتب نفسك من جديد وتكتشف تفاصيل بقى في نفسك. لما هتعمل القصة دي تقعد مع نفسك انت تشوف، ما هو وقت فاضي عندك، وقت فاضي استثمرت جزء منه بس لازال فيه جزء كبير من الوقت فاضي. فكرة انت تقعد مع نفسك اصعب حاجة في الدنيا يا جماعة، ان حد يواجه نفسه بتفاصيلها، يذاكر نفسه، يشوف ايه اللي بيضايقه. يعني احنا احيانا بتجينا فترات انت مش عارف انت متضايق من ايه، انت مش عارف قوي كده يعني. هي مش كبيرة على الناس، انت لما تقعدي لنفسك تقعدي تتفرجي عليها، تقعدي تتابعيها، تلاحظيها، تشوفي. يعني في حد ما يعرفش هو بيمل بعد وقت قد ايه مثلا، او ممكن نكتشف المواهب اللي بالظبط بالظبط هو ما يعرفش، ممكن حد يكون عنده موهبه مثلا بس يكون مش عارف هو مش ناجح ليه. ممكن تكون عنده مشكله في الاصرار، ممكن تكون عنده مشكله ان هو عنده موهبه تانية، لو حط الاثنين مع بعض الاثنين هيبقوا احسن. ففكره ان انت تقعد مع نفسك ترتبها وتفتش فيها كده وتشوف ايه اللي موجود وتشوف ايه اللي تقدر تستخدمه. احيانا على فكره في ناس بتستغل نقاط الضعف للنجاح. طبعا طبعا ممكن، مش بس نقاط القوة طبعا. ففكرة القعدة مع النفس دي ممكن يبقى ليها مكسب كبير جدا، وممكن أصلا تبقى العكس ما تستفدش أي حاجة. فهي القصة كلها في إيدك انت في الأول وفي الآخر. طيب بما أن احنا يعني بنقول للناس كده، فاحنا معانا نهى على التليفون، عايزين نعرف هي بتستغل وقت الفراغ ده في إيه. ازيك يا نهى؟ ازيك عاملة إيه، أخباركوا إيه؟ تمام الحمد لله، منورانا في إنبوكس. قولي لنا بقى نهى، انت بتقضي وقتك ازاي في البيت؟ تستغلي الوقت ده في ايه؟ طبعا كل الناس دلوقتي بتقضي وقتها في الاكل والمطبخ. ما تقوليش ان انت كمان بتعملي كده. اكسي كيكه بتتعمل اكيد. طب كم وجبه في اليوم؟ اكل كم وجبه في اليوم يعني؟ لا بصراحه انا الفتره دي شغاله ان انا ماشيه على دايت، بس برضو باكل يعني، بس بنظام معين. فين إجابة السؤال؟ ثلاثة أخيرا جت ثلاثة في الآخر. إيه؟ ثلاثة وجبات قليلين أوي. لا ده الطبيعي بتاعنا، إيه؟ لا ده الطبيعي، ثلاث وجبات في اليوم طبيعي. أنا طبيعي يعني بتفطري بتتغدي بتتعشي. بتفطري إيه؟ بتتغدي إيه؟ بتتعشي إيه؟ هو ده السؤال. لا لا والله يعني أنا بتغدى عادي من أكل البيت عادي، حاجات فيها كربوهيدرات وبروتين، وبفطر نص رغيف مثلا جبنة أو بيض، وبتعشى فاكهة وزبادي. يا سلام انت مثاليه قوي. الناس كلها بتطلع من الحظر ده يعني ايه اوفر ويت. لا انا عايزه اطلع عادي. صح، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، احنا عايزين ناس فعلا تطلع عادي مش اوفر ويت. بالظبط صحيح. لا لا انت كده غيرتي الموضوع. طيب بما فيما يتعلق بالمواهب بقى، الوقت الفاضي بتستغليه ازاي؟ الوقت الفاضي انا بستغله ان انا بكمل لغه جديده بتعلمها، وكمان بصراحه كمان بتعلم حاجات في المطبخ، لان انا كنت دايما في شغلي ومش فاضيه ان انا اشوف حاجه اتعلم الطبخ والكلام ده. لا بدات اتعلم الطبخ وبكمل لوحدك يا نهى، الرجاله كمان لو يتعلموا في المطبخ. لا احنا بنطبخ بس احنا يعني بنوفر مجهودنا بمزاجنا يعني، بس بنقول ان احنا ما بنعرفش نطبخ صراحه يعني. كملي. ليه اشهر رجاله بيعرفوا يطبخوا؟ ايوه يعني انا اقصد انه دلوقتي بقينا نشوف صور على السوشيال ميديا، مثلا راجل قاعد في البيت فقام عمل كيكه، قام عمل مثلا ورق عنب، حاجات فوتوشوب صعبه. فوتوشوب ما تصدقوش، احنا مش كده خالص، احنا لا احنا بنبوظ الحاجه وبنحرق اللي مش عارف ايه وبنكسر ادوات المطبخ، ما تطمنوش علينا. لحسن الموضوع ده تخلص كورونا ونستمر احنا في البيوت. اصلا حاسس ان احنا لو مشينا معاكم في الموضوع ده كورونا هتخلص، انتوا بس اللي هتنزلوا الشغل واحنا نكمل في البيت. فيعني بصراحه مش حاسسها كده خارجه بحسن نيه من الستات موضوع ان احنا نشتغل في البيت ده. لا لا مش مطمنه. انت ايه رايك يا نوى في الكلام ده؟ لا 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 ما فيش كده يعني، هو اغلب الستات هتبقى شايفه كده، بس لازم كل الناس ترجع لحياتها الطبيعيه. بس طبعا هنيجي بقى في الاخر ونقول ما انتوا كنتوا بتعملوا كذا، ايه المشكله لما تعمل كذا؟ قلب اللي ربى، المثل المصري اللي ربى خير من اللي اشترى. القلب حاسس، عارفهم عارفكم. طب قولي لي يا نهى، انت بتتعلمي حاجات جديده في المطبخ، بتعملي ايه كمان؟ زي ما قلت بقى بتعلم لغه جديده، وكنت بعمل بقى حاجات شويه في، بتعلم حاجات جديده في شغلي، بطور يعني بطور القرايه كتير شويه عن شغلي اكتر. بس يعني دي مثاليه قوي يا نهى بصراحه، برافو عليكي استمري على كده. بحاول يعني دايت وقرايه وحاجات ده هينزلوكي بعد كده في كتاب الوزاره هيدرسوكي للناس. والله لا لا مش مثاليه ولا حاجه، بس اكتشفت ان
انه زمان ما كانش عندي وقت، لا دلوقتي في وقت فاضي كتير. صحيح، فيستغل بقى بدل ما يروح. صح. بدل ما نندم عليه ونقول يعني يا ريتنا احنا كنا قاعدين فاضيين، كنا مفروض نعمل كذا او كذا. بالظبط. نشكرك يا نهى جدا ونورتينا وبنحييك. ناس بتتعشى زبادي، ده ناس نرفع لها القبعة. أنا بتعشى زبادي، أنا بتعشى 12 مرة. أنت أمال إيه؟ ما فيش فايدة. لا أنت كده حلوة قوي. ربنا يخليك والله. ودي ميزة والله، مش حاجة الناس اللي بالزبط. إحنا كده. ما هو لازم الناس تاكل، بس مش طول ما إحنا قاعدين نقوم نعمل بقى زي ما قلت لك كده حاجات فيها سمنة وسكر ونتخن ونكتئب بعد ما نطلع من الحظر، نلاقي الناس أوفر ويت والبنات شكلها اتغير والولاد تخنت والفورمة راحت، ناس هتخش في اكتئاب بعد الحظر يعني. فلا نحاول ان احنا نلتزم كده على قد ما نقدر ونبقى ناس ايجابيين وصحيين جدا. كده احنا حلقتنا خلصت يا عمرو، تخيل. بجد؟ طب نقعد خمسه كمان؟ لا 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 خلاص. كفايه كده. عايز تقول حاجه؟ لا 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 انا مش هقول لا حاجه والله. انا انبسطت جدا النهارده يا جماعه بضيوفنا، بعيد ميلاد مجدي، بنوران، بميار، بكل الناس اللي كانوا موجودين معانا النهارده. يعني كانت حلقه ممتعه ومفيده، اتمنى نكون فدناك وكنا خفاف كده على قلبكم. يعني احنا كل حلقه كده بنحاول احنا نضيف لكم حاجه مفيده ومعلومه جديده او يعني نصايح نقدر نساعدكم بيها في خلال فتره الحظر، واحنا كمان بنساعد نفسنا بيها. نتمنى ان احنا تكونوا استمتعتوا ونكون خفاف على قلبكم على قد ما نقدر. كده احنا حلقتنا من إنبوكس خلصت، نشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله.